بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. تميزت هذه السورة قلنا بعدة خصائص، منها أن الله يصف لنا كل من الفريقين، الكفار وأتباعهم الأشرار، منافقين، مشركين، ملحدين، ريبيين، ورعد سلسلة طويلة. المفيد اللي يهمنا احنا اللي ربي سبحانه وتعالى كشف من حالهم بدقة وصفهم، وكيف لا تكون الدقة هي مخالفة للقرآن. الكلام هو كلام الرحمن، وتحب خصائص الكفار الفجار غير واضحة، وبالتالي خصائص المؤمنين عباد الله بالتمام والكمال كذلك فيها ضباب محال. القرآن هو جاء ليظهر لنا أن مع كلام الله لن يصاب أي إنسان أو جان بأي ريحة ولو قلت من الضبابية. كونوا عندنا، نعود إن شاء الله تعالى.